خلونا نروح لموضوع اعتقده برضه مهم جدا، يعني زي ما موضوع المعاشات ده بيهم 6.5 مليون مستفيد، زي موضوع الاعارات والاجازات اللي هي بدون مرتب. بيقول لك واخد اجازه بدون مرتب، هي دي بالظبط كده. فمهم جدا ان احنا نحاول نفهم القرار الاخير بتاع مجلس الوزراء اللي وافق على اطلاق مدد الاعارات والاجازات بدون اجر. معانا على التليفون معالي الوزيره السفيره نبيله مكرم، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. مساء النور يا سياده السفيره. والنبي احنا مهم عندنا ان احنا نفهم الناس اكتر على القرار اللي صدر من مجلس الوزراء والخاص بمد الاعارات. هل كان هذا القرار موقوف او محدد المده قبل كده؟ طيب، احنا كان عندنا الحقيقه الكثير من المناسبات والاستغاثات في عام 2018 من العاملين في الخارج اللي هم زي ما حضرتك ذكرت واخدين اجازات او عاملين اعارات وهم بيشتغلوا او على درجه وظيفيه في الجهه الحكوميه اللي عاملين فيها. والحقيقه انه في عام 2018 ابتدت هذه المناشدات انه من فضلكم سيبونا في الخارج، انا عندي قرض، انا عندي ولاد في المدرسه، انا عندي قسط عربيه، انا ما ينفعش انزل دلوقتي، لانه كانت بعض الجهات الحكوميه قالت لهم يا تنزل يا تستقيل. ابتدينا نشتغل مع طبعا التنظيم والي الاداره دكتور صالح الشيخ ووجه له كل الشكر، وايضا المستشار شريف الشاذلي في مستشاري رئيس مستشاري دوله رئيس مجلس الوزراء، ازاي ان احنا نشتغل على قرار باطلاق اجازات المصريين في الخارج اللي هم داخل يا استاذ يوسف نطاق قانون الخدمه المدنيه. وفعلا عملنا هذا المجهود وتم إصدار هذا القرار بعد تمريره على كافة الوزراء. جينا بعد كده اكتشفنا إن في مصريين شرائح أخرى شغالين في شركات أو جهات حكومية ولكنها غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية. يعني على سبيل المثال أنا بشتغل في شركة مية أو بشتغل في شركة الكهرباء أو أنا في إحدى المؤسسات الصحفية القومية، فأنا دلوقتي مش داخل في القرار اللي انتوا عملتوه في 2018. ابتدينا ايضا ان احنا نشتغل على هذه الشريحه الى ان تم صدور القرار النهارده، وبشكر الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء على مساندته لهذا المجهود اللي حصل، وايضا تكليفات القياده السياسيه بتلبيه احتياجات المصريين في الخارج. دايما بقول انه الجمهوريه الجديده بتضع المواطن المصري سواء في الداخل أو في الخارج على قائمة أولوياتها. القرار ده طلع علشان مصلحة المواطن في الخارج، أسرته، حالته الاجتماعية، ولاء وانتمائه للدولة، إن هو يشوف إن الدولة دي التفتت إلى احتياجه واستغاثاته ومناشداته. قدرت إن أنا أقول له لا، إحنا شايفينك كدولة، إحنا هنراعي هذا، وإنت ممكن إن أنت تستمر في أجازتك من النهارده هذا القرار ولمده 5 سنوات وقابل للتجديد بعد 5 سنوات، هنشوف احنا فين. السبب الثاني هو بالتاكيد وزي ما حضرتك عارف انه اعلى مصدر للعمله الصعبه هم المصريين في الخارج. طبعا. فبالتاكيد انه انا كمان لازم كدوله وفي ظل الازمه الاقتصاديه العالميه ان انا احافظ على حصيلتي الدولاريه. فإذا في المقام الأول مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته طبقا لتكليفات القيادة السياسية، والموضوع الآخر هو المحافظة على حصيلتي الدولارية من هذه الشرائح. طيب، الناس اللي واخدين درجات سواء بقى في قانون الخدمة المدنية أو اللي خارج قانون الخدمة المدنية، ما هو واخد درجة. الدرجة دي هنعمل فيها إيه؟ كان الحقيقة رد دكتور صالح الشيخ يعني بيلبي السؤال ده او بيرد عليه، انه الدوله دلوقتي بتقدر ان هي تعمل عقود مؤقته للي عايز يشتغل على هذه الدرجه، لا يتم التعيين ولكن يتم التعاقد معه لشغل هذه الوظيفه لغايه لما صاحب هذه الدرجه اما فعلا ان هو يستقيل او ان هو يرجع مره اخرى الى دولته. وبالتالي احنا بنشغل الناس حتى اللي هنا في هذه الدرجات الوظيفيه. كويس جدا. في الحاله دي بيسري عليهم جميعا نفس الشروط القانونيه اللي كانت ساريه قبل كده، هو اللي بيسدد تاميناته الى اخره. لكن هل في زي معايير او شروط معينه للتجديد لمده 5 سنوات؟
ولا هي مفتوحة للكل؟ خلاص هي مفتوحة دلوقتي يا أستاذ يوسف. يعني إحنا عملنا القرار النهاردة قرار واحد بقى، قرار يضم جميع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. حلو. وفي نفس القرار جميع العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة لقانون رقم 61، جميع العاملين بشركات القطاع العام الخاضعة لقانون 48، برضو الخاضعة لقانون 203، جميع العاملين بالشركات المملوكة بالكامل للدولة، وجميع العاملين بالشركات التي تملك منها الدولة حصة حاكمة. وبالتأكيد ودول ودي الصريحة بقى اللي جاية دي كانت يعني أكثر المناشدات جاية منها، جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. فده هذا القرار بياخد القرار بتاع 2018 اللي هم داخل قانون الخدمة المدنية، وبياخد أيضا خارجها. حلو قوي. طيب أخيرا يا فندم، دلوقتي فلان الفلاني خد أجازة بتاعته وسافر وبيشتغل، وده شيء رائع وعظيم جدا، وبيحافظ على الدرجة الوظيفية بتاعته وبينال درجاته الوظيفية في المدد الطبيعية بتاعتها، فليكن كل 3 سنين، كل 5 سنين بياخد الدرجة الأعلى. في حال عودته للخدمة، هل هيبقى من حقه أنه يتقلد المركز القيادي على سبيل المثال إذا كان ده متاح ولا لأ؟ أنا أقول مش من حقه، لأنه في 2، في واحد هنا وفي واحد بره. اللي بره اختار أنه ربنا يوفقه ويشتغل ويكسب فلوس، واللي هنا اختار أنه هيكمل في السلك بتاعه زي ما هو. أحترم رأي حضرتك، ولكن أنا كوزيرة للهجرة ما أقدرش أرد على هذا السؤال. أوكي. إنما اللي يقدر يرد على هذا السؤال طبعا دكتور صالح الشيخ. إنما يعني ملفي هو تأمين بالتأكيد وتلبية احتياجات المصريين في الخارج فيما يتعلق باستخفافهم، المحافظة على حصيلة الدولارية للدولة من المصريين في الخارج. إنما مثل هذه الأسئلة بالتأكيد أصل هم هيستغيثوا بحضرتك بعد شوية يا معالي الوزير، يعني هيجي يقولوا أصل إحنا مش عارفين أخد، أنا راجع مصر وعاوز أبقى مدير عام بقى. لا، إحنا عايزين إن إحنا في هذه المرحلة اللي إحنا فيها وبدا من خلال برنامج حضرتك، أي حد من هذه الشرائح اللي لما يجي يجدد الأجازة بتاعته ويجد من الصعوبة أو المشاكل، لأن ممكن جدا في جهة ما موظف يقول له لا والله إحنا ما نعرفش حاجة القرار ده، إنه من فضل هذا المواطن إنه هو يقدر إنه هو يخاطب وزارة الهجرة عن طريق مكتب الشكاوى. زي عظيم. ما الحقيقة إحنا أخذنا هذه الاستغاثات والمناشدات. رائع. إحنا أرضا بناخد أي استغاثات أو مناشدات في عدم تنفيذ هذا القرار. عظيم جدا. طيب لو هو عاوز يخاطب وزارة الهجرة بيخاطبها إزاي يا فندم؟ بيخاطبها على الواتساب بتاع الوزيرة، بيخاطبها على إيميل الوزارة، بيخاطبها من مكتب شكاوى الوزارة، الخط الساخن، الويب سايت بتاع الوزارة. عايزة أقول لحضرتك إنه هذا القرار وصدوره والجهد اللي اتعمل من وصول المواطن إلى وزارة الهجرة. عظيم جدا جدا جدا، جهد مبذول كبير جدا ومشكور جدا يا معالي الوزير. أشكرك. ألف ألف شكر حضرتك سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. بصراحة أنا عارف القصة دي بتحصل في بعض الأحوال، ويعني أنا كان تخوفي بس أنه تحصل استغاثات مستقبلية، يعني أنا بس بقدم من دلوقتي أن إحنا لازم يبقى في عندنا خط واضح. أنا واحد من الناس في مرحلة من المراحل كنت بشتغل في مكان ما واخد منه أجازة بدون مرتب، وبعد كده آثرت أنه أنا عايز أكمل في العمل الخاص أو في القطاع الخاص لو صح التعبير، يعني فخلاص كده أنا عاوز أنهي العلاقة دي تماما، اللي هي أن أنا أبقى موظف في منشأة من منشآت الدولة، أنا حر. طيب لكن بالمناسبة ده رأيي من وقتها اللي أنا أقوله لكم دلوقتي، فلان الفلاني خد الأجازة وميت فل و14 وبيشتغل وبيقبض ومبسوط وحلو قوي. طيب زميلي ما خدش الأجازة وقاعد بيشتغل في نفس المكان بتاعه وما بيقبضش بالتأكيد المبلغ اللي أنا بقبضه بقى، صح كده؟ هو آثر إن هو يفضل موجود هنا ولا يسافر الإعارة ولا 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 ولا. طيب إحنا الاتنين دلوقتي خدت قرار أنا مثلا هرجع مصر تاني، إحنا الاتنين نفس المسار الوظيفي، إحنا الاتنين على نفس الدرجة، واحد هيبقى مدير الإدارة دي بالفعل، تفتكروا كده نختار مين؟ أكيد الراجل اللي فضل قاعد، لأن اللي بره مش معقول يجمع الحسنيين يعني بالمنطق. على كل هو نقاش تشريعي ولائحي، لكن توجب الإشارة والتنويه ليه من دلوقتي عشان بس نبقى عاملين حسابنا.
في ناس مزاجها كده، انا عايز اكوش على كل حاجه.